غربي سيد احمد بكليه الشريعه الاسلاميه، تخصص اصول الفقه. احنا كنا من الفئه تاع 20%، ونهار الاول كي سجلنا على اساس باش نقرا الماستر 2، لاننا شفنا القرار اللي صدر في 2 اوت 2023، وهذاك القرار جا في الصيف، على اساس احنا مشينا سجلنا في الماستر 2. من بعد كي مشينا للسنه الدراسيه باش ندخلوا نقرو، وجدنا انفسنا في الماستر 1. درنا عده احتجاجات، وهذيك الاحتجاجات كانت يعني منظمه، الا جامعه وهران اللي كانت شغل مزيره روحها باش مت قال لك نحسب هذا القرار. حقيقه هو جاء عن 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 غير دراسه، وعن غير احنا قال لك هذا القرار جاء من غير دراسه، وبالتالي يبقى كل مدير الجامعه ويتصرف في هذا الادماج. وحنا اليوم رانا جينا واجتمعنا اليوم على اساس باش يدمجونا في المصر. السلام عليكم، هو ريا طويل من جامعة علوم إسلامية، تخصص فقه وأصول. الوقفة تاعنا تاع اليوم، جينا اليوم بعد محاولات متكررة أنو نفهموا الإدارة تاعنا باللي إحنا رانا جينا باش ندخلوا ماستر 2، وهذا هو حقيقة الشيء اللي خلانا أن نسجلوا وندخلوا. كان مثلا أنا وحدة من الناس، وكان قالوا لي عامين ما كنتش نقدر. انا كي قالوا لي بلي كاين عام واحد وندخل مباشره ماستر 2، باسكو كان عندنا ليسونس تاع 4 سنين، يعني احسن من السيستم الام ديال اللي قراو 3 سنين الى غير ذلك. واش اللي خلاني انا نسجل؟ وفي الاخير اصطدمنا بالواقع، هو انه بعد التسجيل وهذا لقينا روحنا في ماستر 1 ما كانش جهه بغات تسمعنا، ما كانش جهه بغات تستقبلنا، فوالا. والحاجه الثانيه اللي شجعتنا ان نجو هنايا هو انه القرار هذا قرار وزاري اولا، والشيء الثاني هو انه طبق في جامعه. واش ينقصنا حنايا؟ انه ما يطبقش علينا هذا القرار. هذا صوتنا رانا باغي نوصله للوزير اولا، اللي هو صاحب القرار، اللي على جال الهضره تاعو هي اللي خلتنا انه نسجلوا. والشيء الثاني اللي هما اصحاب القرار اللي راهم اللي بيدهم الحل والربط، اللي هما باش ينفذوا لنا الشيء اللي رانا. كلية العلوم الانسانيه والاسلاميه وجامعه وهران. الغريب في الامر انني قبل تسجيلي في ماستر 2 دخلت على مدير الكلية بالرحو وقال لي عندكم حظ كبير، انتم بكالوريوس 76 تسجلوا ماستر 2. بعد ما سجلت وتمت الاجراءات دخلت القسم، وهما دخلت عند الدكتور وقال لي واش سوي الوضعيه نتاعك، راهم دايرين في ماستر. رجعت استفسرت شتاهي الوضعيه، هذا هو الغريب. وما زلت عندي الرساله وطلبت استفسار قدمته السيد رئيس قسم العلوم الاسلامي المحترم، للشرف نتقدم لكم بطلبي هذا لاجئ تسجيلي ضمن قائمه المسجلين في جامعه العام كذا ماستر 2.